في حلقتنا الخامسة من برنامج لعب وتجوال اللي نشوف فيه أهم اللي حاصل في عالم الجوالات مع مقدمكم محمد جفري من بلاير ون وعلى قناة طماطم. فالكلام راح يكون عن أخبار واحدة من أنجح ألعاب الجوال على الإطلاق لخطة تيك توك لدخول صناعة الألعاب، وعشان ما تنقطع عنك هذه الأخبار الدورية والمهمة وعشان توصلك باقي مقاطع قناة طماطم وألعابهم، فمن الأفضل إنك تعطيها ضغطة سريعة على الاشتراك. صحيح انه النجاح اللي حصل للعبة بوكيمون جو مع الستار في 2016 فكان نجاح قياسي وكبير مع تحقيق اكثر من 100 مليون عوائد في اول شهر، وحتى الفترة مو قصيرة فكانت ظاهرة منتشرة انه العالم تنتشر في الشوارع لاصطياد البوكيمون. لكن طبعا مع مرور الوقت الاهتمام والحماس قل، ممكن بسبب غياب تحديثات او بسبب انه اللاعبين يفضلوا يلعبوا مرتاحين على كرسي او على كنبة وما يفضلوا انهم يقعدوا يمشوا في الشوارع طول اليوم. عموما فبالرغم من هذا الانخفاض العوائد المالية استمرت وبشكل ممتاز، وحتى الآن وبعد 6 سنين من الإصدار فتم تحميل بوكيمون جو أكثر من 600 مليون مرة بعوائد تجاوزت 4.5 مليار دولار. ومع الكلام عن ألعاب وتطبيقات يتم تحميلها بأعداد جدا خرافية، فبكل تأكيد أنه تيك توك من أشهر وأنجح التطبيقات حاليا مع أعداد مستخدمين مليارية وبشكل يومي، وجزء كبير جدا من المستخدمين لهذه المنصة فهم أيضا لاعبين، وهذا الشيء يخلي حتى تيك توك تركز على هذا الجانب مع تأكيدهم انه تم اضافة قسم خاص بالالعاب وبالتعاون مع بعض اكبر الاسماء في الصناعة مثل 2K وي اي ونت ايز. وتصريح الشركة الرسمي يوضح لك مدى جديتهم في هذا الموضوع بعد ما ذكروا انهم يشعروا انه منصتهم والالعاب متلائمين بشكل مثالي، وانه في العقد الاخير مع النمو المتسارع للاعبين والالعاب والصناعة ككل لدرجة انه صار اكبر وسط ترفيهي، فصاروا الناشرين يبغوا يقدموا تجارب تقدم علامات تجارية ضخمة وتوصل للجمهور المطلوب، وأكدوا أنه تيك توك عندهم القدرة للقيام بهذا الدور. فأبدا من غير المستبعد أنه في المستقبل نشوف أفكار جديدة في هذا الجانب وتعمق أكثر بين تيك توك والألعاب. وخلونا نروح من تيك توك لمنافسهم المباشر واللي بشكل ما يحاول يعيد تقديم نفسه، المنصة اللي بتشوفوا الحلقة عليها اليوتيوب. فطبعا من المعروف ان المحتوى الخاص بالألعاب يشكل جزء جدا كبير من محتوى المنصة، لكن بالإضافة للألعاب والمحتوى المتنوع اللامحدود من مختلف الناس ومن كل العالم، فالشركة تبغى تصير المكان اللي تتوجه له لمشاهدة أي محتوى مرئي سواء كان من أشخاص أو من جهات رسمية وشركات إنتاج، وسواء لمقاطع طويلة أو قصيرة بعد ما أعلنوا إنه من خلال خدمة قنوات برايم فراح يتم إضافة أفلام ومسلسلات. وحاليا تم تأكيد تواجد 35 اسم كبير لإضافة دفعة من المحتوى، هذا بالإضافة لعملهم على محتوى يخص الفعاليات والأحداث المباشرة مثل منافسات الـ NBA. ورح نشوف في المستقبل إذا كل هذه التغييرات رح تكون إضافة قيمة للمنصة أو شيء مشابه لباقي منصات البث. يذكر أنه هذه السنة 2022 ومن بين كل الأعمال الترفيهية سواء الأفلام مسلسلات أو ألعاب، فبشكل غير مستغرب لعبة اكتيفيجن السنوية كول اوف ديوتي في جزء مودرن وورفير 2 اتمكنت من تحطيم دفعة من الارقام القياسية مع كونها انجح اصدار ترفيهي واسرع جزء في سلسلة الشوتر العريقة يتجاوز حاجز المليار دولار وفي 10 ايام بس. فلك ان تتخيل انه بكل تأكيد في قادم الشهور هذا الرقم راح يزداد اكثر واكثر، خصوصا مع توفر طور الوارزون الجديد والوارزون الخاص بالجوالات. أما قبل الختام فلا تنسوا أنه بكرة وبعده 12 و13 نوفمبر رح يكون موعدنا مع أهم حدث الألعاب الجوالات وبمشاركة ورعاية من ناشرنا العربي طماطم مع البحث عن فرص لتطوير ونشر ألعاب جديدة. وكالعادة شاركونا رأيكم في اللي حاصل وشكرا على المشاهدة.